التغير المناخي الحالي هو تغير غير اعتيادي في المناخ نتيجة النشاط البشري، اللي سبب النشاط البشري بزيادة غازات الاحتباس الحراري أو الغازات الدفيئة، هي مجموعة من الغازات الموجودة بالجو بشكل طبيعي، ولكن احنا زيدنا إطلاقاتها. وهذه الغازات بالحقيقة الله خالقها أنه فيها دورة حياة، يعني ثاني أكسيد الكربون تمتص النباتات، تمتص الطحالب وغيره والمياه، فيعود إلى أكسجين ويبقى تركيزه ثابت، لكن احنا زيدنا هاي التراكيز فقامت تحبس حرارة الشمس داخل الكرة الأرضية، والأرض بدأت تسخن بشكل كبير. بلدان يعني تأثيرات هذا شنو؟ وين تظهرت؟ يعني أولا ذوبان الجليد في العالم، ارتفاع مستويات سطح البحار، وارتفاع درجة الحرارة. اتفاق باريس هدفه أنه تعمل كل البلدان المؤثرة على خفض انبعاثاتها إلى المستوى اللي بحيث ما ترتفع درجة الحرارة خلال منا إلى 2100 أكثر من درجتين مئوية، لأن المتوقع المعدل العام ده أحكي المتوقع أن ترتفع 3 درجات مئوية أو أكثر، وهذا المعدل العام بالبلدان الحارة الجافة مثل أو المنخفضة قريبا من مستوى سطح البحر مثل العراق اللي يحيطه مناطق مرتفعة راح يعانون أكثر من 3 درجات مئوية، يعني راح يجوز توصل إلى 5 درجات مئوية خلال منا إلى 2100 أن ترتفع درجة الحرارة، نصل إلى درجات قد تصل يعني أكثر من 55 درجة مئوية، وهي درجات قد تكون غير قابلة للحياة. طيب فإحنا شنو المطلوب من التغير المناخي بالاتفاقية؟ الاتفاقية هذا هدف الأول مالتها، والهدف الثاني هو أنه التكيف مع التغير المناخي، لأن أنت حتى تحقق هذا التغيير والناس تقلل انبعاثاتها والجو يعني الطبيعة تبدي تتكيف وتعيد توازنها احتاج وقت. فأنت كبلدان متأثرة بهذا التغير المناخي لازم تسوي إجراءات تخفف من هذا. طيب اتفاق باريس هل ألزم البلدان بإجراءات معينة لمكافحة أو للتصدي أو للتقليل من تأثيرات التغير المناخي؟ 100% أنا راح أشرح لك الموضوع بالشكل الآتي. 10% يعني خلينا نتفق 10% من البلدان أو نقول العشرة الأولى 10 بلدان الأكثر انبعاث هي مسؤولة عن 45% من الانبعاثات بالعالم. اللي هي بالدرجة الأساس هاي البلدان لازم تخلوها ببالكم وتحفظوهن. درجة الأساس الصين، أمريكا، دول عبر أكثر من 100 سنة هم ذي يأثرون، الاتحاد الأوروبي، الهند، البرازيل، أيضا يعني الكندا وروسيا، ونضيف عليهم أيضا بعض البلدان الصناعية اللي حتى في المحلية مثل الجمهورية الإسلامية والسعودية المملكة العربية السعودية، لأنه هو بالحقيقة أنت من طول عندك صناعة، عندك بنية، عندك راح تحتاج طاقة، تحتاج طاقة راح تزيد انبعاثاتك. الاثنين الرئيسيين اللي هم تقريبا 26% يأثرون اللي هو الصين وأمريكا، هم أكثر لازم يلتزمون يعني، وأكو بلدان لحد الآن مدى تلتزم بهذا الخفض، فإحنا دا نتحمل او دا ندفع ثمن. طيب ما بيها هاي يعني امور رادعه معاقبه لا يعني انت ما تقدر تسوي عليها يعني عقوبات، يعني هذه الاتفاقيات البيئيه هي اتفاقيات تعتمد مو طوعيه، هي يعني تقدر تقول هي اتفاقيات تمشي بالتوافق، وبانه هاي مشكله عالميه الكل متاثر، يعني هم الصين هم مهددين بمخاطر كبيره، امريكا مهددين بمخاطر كبيره، يعني العالم كله متاثر به. المسألة الأخرى هي طبعا وإحنا كبلد أحد البلدان عندنا 3 تقارير أساسية نعمل عليها. تقرير المساهمات الوطنية، تقرير المساهمات الوطنية اللي قدمناه وافق عليه مجلس الوزراء، إحنا مدى مستوى يعني انبعاثات مال العراق تقريبا مقارنة بالعالم هي 0.5% من انبعاثات العالم، 0.5%، يعني أقل من 1%. إحنا العراق كل بلد وخصوصا بلدان نامية تقدم تقرير مساهمات هذا طوعي، يعني انت احنا اتفقنا كعراق انه نخفض 1 إلى 2% من انبعاثاتنا اللي هي معظمها يعني الدرجة الكبيرة من قطاع النقل بالمناسبة. نعم. 46%. هذا 2% بشكل طوعي من تمويل العراق مقابل انه 13% بتمويل دولي. طيب. نخفض، هذا طبعا ما راح يحسن المناخ، هذا مساهماتنا
في الاتفاقية من حيث خفض العالمي. أما الجزء المهم هذا يسموه التخفيف، الجزء المهم هو التكيف. التكيف هو مجموعة برامج المفروض تسويها الدولة حتى تتحمل أعباء التغير المناخي، وبعضها ممول دوليا. يعني هل تم العمل به؟ أكو خطط إلى الآن؟ لا الآن خطط جاهزة. أكو بالمناسبة يعني للأمانة إحنا دنشوف الأمور في البرنامج الحكومي، في الخطة الحكومية أكو مشاريع واعدة في الجوانب مهمة. إحنا بدنا نحكي على وزارة البيئة، مشاريع مو لصالحنا، لا لا لا، مشاريع لصالح البلديات، لصالح الزراعة، لصالح طيب. الموارد المائية، لأن إحنا القطاع الأكثر هشاشة عندنا في العراق هو المياه. وأنا أتمنى يعني يكون بهذا البرنامج فقرة حتى نحكي على نسب المياه، إيش قد عندنا وإيش قد احتياجنا وإيش قد النقصات اللي راح تصير عندنا إن شاء الله. وين زين.